السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في وورد وذ ابدو. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا طريقه ادراج الصور على مايكروسوفت وورد وتعديلها بالنسبه للنص. يعني راح نجيبوا صوره خارجيه، عندي نص في مايكروسوفت وورد راح نجيب له صوره خارجيه من البي سي تاعي ولا من الانترنت، نزيدها في الملف تاعي ونعدلها بالنسبه الى النص. تبع معايا. اذا الملف اللي حنخدموا عليه اليوم ان شاء الله هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه. عندي هنايا نص حول الشجره جبته من ويكيبيديا. هذا النص حبيت نزيد له صوره تاع الشجره ونعدلها بالنسبه لهذا النص. واش ندير؟ كي نحب نزيد صوره في الملف تاعي نخير اولا البلاصه اللي حبيت نزيد فيها التصويره. لو كان مثلا حط لو كورسور هنايا هكذايا راح تجيني التصويره في هذا المكان. انا مثلا نحط لو كورسور هنايا تحت العنوان تحت التشوري هذه، نحط لو كورسور تاعي اذا التصويره راح تجيني مباشره تحت العنوان هكذا. من بعد وين نروح لونجلي انسيرسيون هذايا، نخير هذا ايماج، نخير هذا لو بوطون تاع ايماج. ومن بعد يقول لي خير التصويره اللي راك حاب تزيدها من البي سي تاعك. انا نخير هذه التصويره هاي الكتريب هذه نديرها انسيري. انسيري نلاحظ بلي التصويره نزادت لي في الملف تاعي تحت العنوان في البلاصه اللي انا خيرتها. اذا دوكا ولا عندي العنوان، عندي صوره وعندي لو تكست تاعي. هاكا دوكا ان شاء الله نبداو نشوفوا لي زوبسيون تاع التصاور. عندي اول حاجه نديرها باغ اكزومبل جاتني هاد التصويره جاتني كبيره بزاف حبيت نقصلها في لاطاي، واش ندير؟ نروح لهنا وين تخلص التصويره في الكوانه هادي يخرجوا لي زوج فلايش نحكمهم ونبدا نقصلها بلا سوري. ها هكذايا نزيد نقصلها نزيد نقصلها نزيد نقصلها هكذا تساعدني لاطاي تاع التصويره نخليها هكذا. هذا بالنسبه لاول حاجه تغيير حجم الصوره. نحب نعاود نكبر التصويره نسيليكسيوني منها ونجبد هاي لك هكذا نعاود نكبر التصويره. اذا هذه اول حاجه. ثاني حاجه راح نشوفوها هي لي زوبسيون تاع التصاور في مايكروسوفت وورد. كيفاش نخرج لي زوبسيون تاع التصاور؟ واش ندير؟ سيليكسيوني التصويره تاعي هكذا سيليكسيونيتها. نلاحظ بلي خرج لي اونغل جديد هذا اللي اسمه فورما هاليك اوتي ايماج فورما. هذا لو كان ما سيليكسيونيش التصويره ما يكونش، غير سيليكسيون التصويره يخرج. اسمى لي زوبسيون تاع لا موديفيكاسيون تاع التصاور كامل راح نستعملهم في هذا لونغلي هذا تاع فورما. هاليك نكليكي فورما يخرجوا لي لي زوبسيون هادوما تاع لا موديفيكاسيون تاع التصاور. ودوك نبدا نشوفوا لي زوبسيون اللي همونا نشوفوهم بالوحده هكذا. عندي اول حاجه نشوفها هي كوريكسيون هذه. غير نعبط كوريكسيون راح يخرجوا لي لي زوبسيون هادوما تاع اجوستي لا نيتي، يعني نرجع لي ماج تاعي صافيه. هاليك نقدر نخير اي وحده فيهم هكذا 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 ولات لي فلو وهكذا تولي لي صافيه اكثر. وعندي لتحت لا لومينوزيتي هاليك شغل الاضاءه هاليك باغ اكزومبل هنا تخرج لي فونسي رايح للنوار، وكل ما نروح لمنا تزيد لي الاضاءه هاليك باغ اكزومبل هكذا زدت لها بزاف الاضاءه. اذا خاوتي هادوما لي زوبسيون تاع كوريكسيون راح يزيدوا لي النقاوه ولا الصفاء تاع الصوره وراح يزيدوا لي الاضاءه ولا ينقصوا لي الاضاءه هكذا. عندنا ثاني حاجه اخرى لتحت هي كولور هذه كولور. غير نعبط كولور نقدر نبدل لي كولور تاع التصويره. باغ اكزومبل نقدر ندير شجره زرقاء نقدر نديرها تشينيه هايليك راك تشوف ولا تشينيه. نعاود نروح الكولور نديرها باغ اكزومبل زرقاء هايليك ولات لي تصويره زرقاء. اذا هاد لي زوبسيون تاع كولور يعطيني لا بوسيبيليتي باش نغير لون الصوره اللي زدتها في الورد. ولو كان نحب نعاود نولي وين كنت نعاود نولي الصوره الرئيسيه بلا ما نزيد لها انا لي زوبسيون ندير هادي هادي غيطابليغ ليماج. تلقى واحد لو بوطون سمو غيطابليغ ليماج هذا نعبزوه تعاود تولي لي الصوره الاساسيه الاصليه كاع كوم سي ما بدلتش كاع فيها. وعندنا ثاني حاجه واحده اخرى اللي هي ايفي ارتستيك هادي راني مسيليكسيوني التصويره نشوفوا هادي ايفي ارتستيك. هادو هما لي زيفي تاع زعما تخرج لي التصويره تاعي فلو ولا تخرج لي فيها كاريات ولا هادو سي دي زوبسيون. يعني اللي حاب يبدل شكل التصويره تاعو يخير هاد لي زوبسيون الا عجبته اون اوبسيون يديرها. هكذا كونو كملنا الجزء هذا الاول اللي هو اجوستي هاد لو جروب هذايا اللي اسمو اجوستي. شفنا اهم لي زوبسيون اللي كاينين فيه. دوكا نروحو للجروب الدوزيام هذا اللي اسمو ستيل ديماج. هنا يا راكم تلاحظوا بلي عندي قائمه تاع لي ستيل تاع التصاور واللي نقدر نطبقهم على التصويره تاعي. واش ندير؟ نعبز هاد لا بوتيت فلاش هادي ونشوفوا بلي هادو كامل دي زوبسيون نقدر نابليكيهم على التصويره تاعي. هاليك هادي باغ اكزومبل دير لها الظل موراها، هادي ديرها في كادر، هادي كادر واحد اخر. اذا شوف غير نحط لا سوري فوقها تشوفوا بلي التصويره اللي تحتها تبدلت. هادو كامل لي زوبسيون نقدر نخيرهم بالنسبه للصوره تاعي. هاليك باغ اكزومبل هادي دير لها خيال لتحتها اكسيتيرا. اذا هذا بالنسبه لي ستيل تاع ليماج تاعي. عندي ثاني حاجه واحده اخرى اللي هي بوردور دو ليماج. هذه هي الاطار اللي داير بالتصويره. باغ اكزومبل حبيت ندير عليها اطار خضر هايلك نخير هنايا اطار خضر. تلاحظ باللي ولا لي عندها اطار خضر. نحب نزيد في الحجم تاع الاطار هذا يكون خشين ندير هذه ايبيسور ايبيسور نخير ليبيسور اللي حبيت. هاوليك باغ اكزومبل هكذا يولي الاطار هذاك خشين اللي داير بالتصويره هكذا. نعاود نانولي نعاود نانولي اوكي. عندنا ثاني دي زوبسيون واحد اخرين في هذا لو بلوك اللي هي ايفي دو ليماج. هذه ايفي دو ليماج
هادو هما مجموعة من المؤثرات اللي نقدر نابليكوم على التصويرة. هاليك هادو كامل مؤثرات، راك تشوف بلي التصويرة تتبدل كل ما نخير حاجة تتبدل لي التصويرة. هاليك هادو تاع لومبر باغ اكزومبل، هادو هما تقدر تشوفهم بعقلك وتخير لوبسيون اللي تساعدك الا حبيت تبدل التصويرة. هاليك باغ اكزومبل هادي هادي لا خيال، هادو كامل دي زوبسيون تابعين التصويرة. هاوليك هادو هما زعما 3 دي روتاسيون وهي رايحة. اذا هذا بالنسبه لايفي دو ليماج، هكذا نكون شفنا اهم الخصائص اللي كاينين في الجروب هذا تاع ستيل ديماج. دوكا راح نشوفوا لي زوبسيون مهمين بزاف 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 في الورد. دوكا ركز معايا مليح باسكو هادو اللي راح تسحقهم بزاف. عندنا هذه هي بوزيسيون، انا في الجروب اورغانيزي، هذه هي الاولى بوزيسيون، هذا لو بوتون تاع بوزيسيون. هذا واش يدير؟ يقول لي خير وين حبيت التصويره تاعك تكون بالنسبه للنص تاعك. شوفوا مليح التصاور اللي عندي هنا. عندي النوع الاول هاليك تصويره جايه في وسط لو تكست، النوع الثاني تصويره جايه الفوق ا غوش ومن بعد جايه الفوق في الوسط، راكم تشوفوا التصويره كاش تبدل في نفس الوقت. من بعد جايه الفوق ا دروات، من بعد جايه في الوسط ا غوش، من بعد هذه جايه في الوسط في الوسط او ميم طون، هذه هي في الوسط ا دروات، هذه لتحت ا دروات، لتحت في الوسط ولتحت ا غوش، هادو كاع راهم تحت. اذا هادو هما لي زوبسيون اللي خليوني نحط التصويره تاعي في وسط التكست كيما حبيت انايا. بار اكزومبل حبيت نحطها الفوق ا غوش، هايلك نخير هذه الفوق ا غوش، هايلك نزيد نزومي شويه لاريار باش تشوفوا كيفاش ولا لو باراغراف تاعنا ولا شغل الارتيكل تاع جورنال. الله يبارك، هايلك شوف شوف التصويره من بعد شوف لو تكست هنا. اذا هذا بالنسبه لا بوزيسيون، يعني انا وين حبيت نحط التصويره تاعي. هايلك نحب نحطها في الوسط في الوسط، هايلك تخرج لي في الوسط في الوسط، المهم هكذا تخرج لي شابه، يعني انا نخير كيفاش حبيت نحطها على حسب واش راني حايب. هكذا نسيليكسيون التصويره نروح الفورما باش نشوفوا دوكا اوبسيون واحده اخرى ثاني مهمه بزاف بزاف اللي هي ابياج. هذه ابياج واش معناتها؟ معناتها كيفاش راني حايب التكست تاعي يتناسق مع التصويره تاعي. ودوك نشوفوا لي زوبسيون بالوحده باش نفهموا واش يديروا. عندي الاولى هايلك اليني سيغ لو تكست، هذه اليني سيغ لو تكست، شوف غير نعبزها راح يخرج لي التصويره فوق التكست ماشي غير متداخله مع النص. هذه اليني سيغ لو تكست هكذا. عندي هذه كاري، كي نخير كاري راح يكون عندي مربع، هاوليك شغل مربع راه داير بالتصويره والتكست جاي مور المربع هذاك، هذا واش معناتها كاري. ولا نخير هذه لا تخوازيام غابخوشي معناتها ما عنديش مربع. شوف يسمى النص راح يتبع لي الشكل تاع هذه الصوره. عندي شجره هنايا النص راح يكون على شكل شجره هاوليك داير بها. وعلاش ثاني صارت لي هاد لوبسيون؟ باسكو الشجره تاعي عندها لاريير بلون تاعها ترونسبارون، ما عندهاش خلفيه، عندها خلفيه شفافه ما تكزيستيش، على بها النص راه يتفاعل لي مع الشكل تاع هاد الشجره. نقدر في نفس الوقت نغير مكان الشجره، هاليك نشدها نديبلاسيها في التكست تاعي. شو 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 شفت كيفاش؟ كيما نديبلاسيها يقعد التكست داير بها. شوفوا هكذا شحال ولا شباب النص تاعي، هاليك شغل فيه شجره في الوسط وعندي لو تكست ظاهر بالشجره على حسب الشكل تاع هذيك الشجره. هذه هي لوبسيون اللي اسمها غابخوشي، معناتها النص يكون لاصق في التصويره. وعندي ثاني هذه او ترافير اللي ماشي بعيده بزاف على غابخوشي، تعطيني نفس الايفي. ونشوفوا دوكا حاجه واحده اخرى اللي هي او ايبا، هذه هي او ايبا، معناتها النص راح يكون فوق وتحت هذيك الصوره، ما يكونش خلال الصوره، ما يكونش هنايا في نفس السطر مع هذه الصوره، يكون فوقها وتحتها. هذا بالنسبه لي او ايبا. عندي هذه ديغيغ لو تكست، كي ندير ديغيغ لو تكست راح تولي لي الصوره خلف النص، راح تولي لي مور لو تكست تاعي، هايلك ديجا ماهيش تبان. عندي حاجه واحده اخرى اللي هي دوفون لو تكست، دوفون لو تكست راح تخرج لي الصوره فوق النص تاعي، مي وشنو ما راحش نشوف النص اللي موراها، هكذا راح تغطي لي النص. ها شوف هكذا ماهوش يبان لي النص تاعي، هكذا نحب نحركها كيما حبيت. وهذه احسن اوبسيون نقدر نستعملها كي الصوره تاعي ما تتفاعلش مع النص، كي تكون الصوره زعما بعيده على لو تكست، قال زعما راهي هنايا الصوره، كي ندير هذه دوفون لو تكست نقدر نحركها كيما حبيت. ها شوف نحطها في البلاصه اللي حبيت. ونزيدو نشوفو حاجه واحده اخرى اللي هي موديفي لي بوين دو لابياج، هادي موديفي لي بوين دو لابياج، كي نديرها راح يخرجوا لي النقاط في الصوره اللي ما لازمش يقيسهم النص تاعي. دوك نشوفو مليح واش معناتها هادي. راك تشوف هاد النقاط هادوما، هادو كامل اللي حددوا لي المسافه بين الصوره وبين النص. لو كان نحكم باغ اكزومبل هاد النقطه نبعدها راح تشوف بلي النص راه بعد لي بهاد المسافه. نزيد نحكم نقطه واحده اخرى، هايلك ابياج موديفي لي بوين، نبعد باغ اكزومبل هاد النقطه هادي، هادي وين كاين النوت التاكسونوميك، هادي حبيت نبعدها، هاليك نجبد هاد النقطه نبعدها شويه. ها لاحظت بلي النوت هادي راهي بعدت. اذا خالتي هاد النقاط نقدروا نبعدوا بهم النص على الصوره بطريقه اللي حبينا حنا. نقدر نكري انا نقطه اللي حبيت باغ اكزومبل، هنا ما كاش نقطه نجبد منها ديريكت تولي عندي نقطه. هاليك اذا هادو هما لي زوبسيون تاع كيفاش نبعد النص على الصوره تاعي. نعاود نانيولي دوكا هذوك النقاط اللي موديفيتهم، هكذا عندي الصوره راهي في وسط النص راهي غابخوشي. ودوكا راح نشوفوا لي زوبسيون اللي عندي في لو جروب هذا تاع طاي. لو جروب هذا تاع طاي واش عندي فيه؟ عندي هنايا فيه الابعاد تاع الصوره، ها فيها 8 سنتيمتر 8.54،
على 6.96 سنتيمتر. اذا حبيت نزيد في الطول ولا العرض تاع الصوره بقياسات راهم عندي انايا نقدر نكتبهم مباشره هنايا. قال حبيت باغ اكزومبل ندير الطول تاعها 9 سنتيمتر نكتبها هنايا 9، ندير اونطري تشوف بلي الطول تاعها تبدل. اذا نقدر نبدل الطول ولا العرض تاع الصوره في هذه الخانات هذوما. وعندي ثاني حاجه واحده اخرى مهمه بزاف اللي هي غوني. مش معناتها غوني معناتها راح ننقص للصوره تاعي بعض العناصر في الطول والعرض كما حبيت انا. غوني نلقاها هنايا في لو بوطون هذايا غوني هذايا، نعبز لو بوطون راح يخرجوا لي هاد العفايس هادو مال الكحوله، هاد الخطوط هادو مال الكحوله، هادو راح ننقص بهم من الصوره تاعي كيما حبيت. باغ اكزومبل هذا الجدع تاع الشجره لو طخون هذايا حبيت نقصلو شويه، نحكم من هاد الخط الكحل هذا لو لتحته ونطلع نطلع نطلع بعد نعبز خطره في النص تاعي ولا خارج الصوره هكذا، ونلاحظ باللي الجدع راه صغار لي كان كبير حتى لهنايا. هاليك نعاود نولي اللور باش نشوفو كيفاش كان كبير هكذايا، كان كبير هنايا انا كي نقصت له عاود ولا بهذا الحجم. اذا هكذا نقدر ننقص حاجه ولا عنصر من الصوره تاعي. نحب نانولي واش درت، نعاود ندير غوني هذه ونعاود نحكم الخط هذاك الكحل نعاود نزيد لها تولي لي كيما حبيت. هذه باغ اكزومبل نستعملوها بزاف الا كانت عندي تصويره فيها عنصر ما نسحقوش، ولا باغ اكزومبل فيها كتيبه لتحت حبيت ما نبينهاش. هاليك نقدر ما ننقص في العرض تاع الصوره ندير نص شجره باغ اكزومبل، هاليك نص شجره هكذا نروح حتى للنص بس نشوف هكذايا عندي نصف شجره باغ اكزومبل هكذا بالك تخرج لي شابه بالك انا تعجبني خير باغ اكزومبل. هاليك قال نصف شجره ونكتب قدامها هاليك. اذا هذا بالنسبه لي زوبسيون تاع غوني. هاليك نعاود مانويلي مانويلي مانويلي. ودوكا راح نشوفوا حاجه اخيره في هذا الدرس اللي هي كيفاش نجيب تصويره من الانترنت وندخلها داخل النص تاعي. صح نروح دائما الى ويكيبيديا هاليك، وانا حبيت هذه الصوره نزيدها في النص تاعي تاع مقبل. واش ندير؟ ندير ان كليك دروا ندير كوبي ليماج، هذه كوبي ليماج هكذا كوبيتها. نروح الملف تاعي تاع الوورد نشوف وين حبيت نكوليها. قال حبيت نكوليها تحت العنوان، نروح لهنا ندير ان كليك دروا وندير كولي. هالي كولي غير ندير كولي نلاحظ باللي راني زدت التصويره هذه الى النص تاعي. وكما درنا مقبل نحب نغير لها لابوزيسيون تاعها. هالك ندير بوزيسيون حبيت تخرج لي لتحت ادروات باغ اكزومبل، هالك ندير لتحت ادروات نكبر مثلا حجم النص باش تبان لي مليح. هالك نسيليكسيوني كلش نكبر حجم النص نديرو باغ اكزومبل 16 هكذا، نعاود نصغر باش نشوف كيفاش يخرج لي النص تاعي بصورتين، وحده حطيتها في الوسط هايليك نحب نموديفيها كيما حبيت نحطها في الوسط، وهذه ألينيتها لتحت على يمين النص تاعي. اذا خوتي هكذا نكون وصلنا الى نهايه الدرس تاعنا اللي هو ادراج الصور وتعديلها على مايكروسوفت وورد. اللي عنده اي سؤال ولا استفسار ولا حاجه حاب يديرها ما قدرش يديرها يخليها لي في كومونت لتحت نريبوندي له ان شاء الله. الى عجبتك لا فيديو او ما دير نجم باش تخرج الناس واحد اخرين اللي حابوا يتعلموا الوورد، وابوني ثاني فلاش اليوتيوب مازال عندنا دروس واحد اخرين جايين في برنامج الوورد. نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله، والسلام عليكم.